يا فتح كود المسيرة واستمري للأمام، احنا لك جند وذخيرة مهما واجهتي علام. انت بالدعم الكبيرة والقسم ان تستمر المسيرة وان تستمر الصبرة وان هذه الجحافل وهذه الاجيال ستستمر حتى يرتفع علم فلسطين فوق القدس فوق القدس فوق القدس. يا رجال الفتح يا ثورة عشق البارود طنبور الفتح يا عريمة من بعد حصول يا رجال الفتح يا ثورة عشق البارود من الخيمة قام اللاجئ بيد سلاحه هبت ثورتنا العظيمة قد حاوي يتحدى جراحه تحت الركاب من الخيمة قام اللاجئ بيد سلاحه هبت ثورتنا العظيمة قد حاوي يتحدى جراحه اضرب يا الدشكة ودمرهم باسم الفتحاوي زلزلهم يا كلاشن كوفو ارعبهم واعطيه ردود طنبوري فتح يا عريمة من بعد حصول يا رجال احنا ستكون نارا كما كان منذ اللحظة الأولى نارا وضمارا على أعدائنا نارا تشعل المزيد من الثورة وتنهارا على أعدائنا يا فلسطين وموعود بيد الناس يا ما بتعود حقي على بوز البارود أرضي بتعود تنظيم فتح يا عريمة من بعد حصول يا رجال الفتح يا ثورة عشق البارود يا الله يا فتحاوي ذكراك يا الانطلاقة على العهد الأول ما ننسى والرايا ظلت أفاقة بالعاصفة وشهد الأقصى ذكراك يا الانطلاقة على العهد الأول ما ننسى والرايا ظلت أفاقة لهذه العصابة العسكرية في عين الحاكمة في العملية وفي عين عليك الآبية إنه دم أبو جهاد واغتيال أبو جهاد ممكن أن يوصل الثورة أو أن اغتيال أبو عمار ممكن أن يوقف الثورة لا أنتم واهمين فأن هذه الدماء لن تنفرس في الأرض كما انفرست في الأرض الفلسطينية اشتعالا ونارا يا شمس الميدا خيرا يا شعب الثورة لا تنفر الجولة ما هي آخرة عبد البارودة بالمقصد يا الله شمس الميدا خيرا قاوم واضربهم لا ترحم خلي البارودة تتكلم طل الفتحاوي من السمع اعتاد حدود تنظيم فتح يا عريمة منبع الحصول يا رجال الفتح يا ثورة عشق البارود 65 فجرنا الله أكبر كبرنا والطلقة الأولى قررنا والفتح تقول تنظيم فتح يا عريمة منبع الحصول يا رجال الفتح يا ثورة عشق البارود تنظيم فتح يا عريمة منبع الحصول يا رجال الفتح يا ثورة عشق البارود أنا بقول أنا بقول